شاهدنا اليوم عملية تصدير لكمية معتبرة 40,000 طن من مادة الكلينكر إلى دولة السنغال، وهي العملية الهامة، العملية التي نثمنها والتي ستتبعها عمليات أخرى تدخل في إطار تطوير الاقتصاد الوطني ومرافقة المؤسسات الوطنية الكبرى الرائدة في هذا المجال. هذه الكمية المقدرة ب 40,000 طن من مادة الكلينكر يتم تصديرها اليوم في اتجاه دولة السنغال، يقوم بعدة عمليات للتصدير خاصة البلدان الإفريقية مثل الكاميرون، غانا، حتى بلدان أوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا. إدارة الجمارك ترافق هذا المتعامل الاقتصادي منذ عدة سنوات، وهو متعامل اقتصادي معتمد من طرف إدارة الجمارك.